مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب في هذا البرنامج هنتكلم النهاردة عن موضوع الثالوث الأقدس واتكلمنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن موضوع الثالوث لكن كنا بنجاوب على سؤال مهم جدا طرحه بعض المتشككين والرافضين لحقيقة أن الله واحد مثلث الأقانيم وكان التشكيك بيقول أن المسيح نفسه لم يعلم عن الثالوث والأناجيل الأربعة لم تعلم عن الثالوث وكلمنا وشفنا آيات كثيرة من كلام الرب يسوع نفسه من إعلانات الرب يسوع نفسه وأيضا من تعاليم الأناجيل الأربعة بتؤكد ان الله واحد مثلث الاقانيم وشفنا في حلقه كامله ادله كتابيه وعشان كده بشجع لو ما حدش شاف الحلقة اللي فاتت انه يرجع ليها لانها مهمة جدا بالشواهد الكتابية وبالايات الكثيرة اللي بتؤكد ان الرب يسوع كان يعلم جيدا ان الله واحد مثلث الاقاليم ان الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه وكان ايضا يعلم جيدا انه هو الكلمة المتجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان إلا أنه أيضا يقول لنا في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا والنهاردة هنكمل مع بعض لأنه تكملة هذا الإدعاء بيقول أنه المسيح لم يعلم عن الثالوث فردنا عليه وقال أن الأناجيل لم تعلم عن الثالوث فردينا عليه والاتهام الثالث أن الرسول بولس لم يعلم عن الثالوث أنا معرفش أعرفش جاب الكلام ده منين لأنه اللي يقرأ بكل وضوح رسائل الرسول بولس يعلم جيدا يعني حتى الخاتمه يعني الخاتمه اللي ختم بيها معظم رسائله نعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم دي دي الخاتمه المميزه اللي استخدمها الرسول بولس في عدد كبير جدا من رسائله فهنتفرج على فيديو نشوف ان قد هو بيحاول انه يطعن في الثالوث من خلال انه يطعن في انه الثالوث ليس من تعاليم ال الرب يسوع وليس من تعاليم الاناجيل وليس من تعاليم الرسول بولس لكن قبل ما نتفرج على الفيديو ده في هناك افتراض او اسامشن افتراض بيفترضوا دايما لانه انا انا في نظري كل الادعاءات الغير صحيحه اللي بينادي بيها الاخوه المسلمين هي مجرد افتراضات لانها لا يمكن ابدا البرهان عليها وعلى صدقها يعني هو بيفترض ان المسيح لم يمت فبالتالي ما عندوش أي دليل هو بيفترض أن المسيح ليس هو كلمة الله هو مجرد رسول من ضمن الرسل لكن ما عندهوش دليل الأدلة كلها بتصب عكسه يعني الأدلة بتصب عكس إيمانه بأن المسيح لم يصلب أن المسيح صلب فهناك أدلة كثيرة تاريخية وخارج الكتاب المقدس ومن الكتاب المقدس ومنطقية لكن هو عنده افتراض انا بسميه افتراض وكمان في ايمانه بالطبيعه الله هو عنده افتراض افتراض ايه الافتراض بيقول انه الايمان بالمسيح كابن الله كالله المتجسد ليس من صلب الايمان المسيحي الذي بدا مع المسيحيين الاوائل والإخوة المسلمين للأسف اللي هم بيدعوا أنهم علماء ومفكرين ودارسين لمقارنة الأديان هم مش بيجيبوا حاجة من عندهم هم بيعملوا ايه؟ هم بيروحوا ل غربيين بيطعنوا او متشككين غربيين بيطعنوا في الكتاب المقدس في اللاهوت في لاهوت المسيح ويجيبوا ادلتهم على ان دي هي الادله الكامله اللي ممكن تدمر الايمان المسيحي. ده بيعملوا منقذ السقار وبيعملوا غيره وغيره من تلامذه منقذ السقار وغيرهم، حتى كان بيعملوا زمان احمد ديدات. لكن الافتراض اللي انا عايز اقوله انه عندهم افتراض مبني على امور غير حقيقيه هذا الافتراض بيقول ايه بيقول انه الكنيسه الاولى بدات مؤمنه بان يسوع المسيح هو مجرد نبي من الانبياء فلم يكن في نظر التلاميذ ولم يكن في نظر الكنيسه الاولى الا مجرد شخص نبي من الانبياء معلم عظيم مصلح يعني قول اللي انت تقوله عن شخص المسيح. ولان دول كانوا يهود طبعا فالايمان بوحدانيه الله كانت محفوظه وان يسوع في نظرهم لم يتعدى كونه انه مرسل من الله. لكن لما الكنيسه كبرت ودخل الأمم بقى إلى الإيمان المسيحي في القرن الثاني والقرن الثالث الأمم دخلوا بإيمانهم السابق وإيمانات إيمانهم السابق اللي كانوا فيه فهم الأمم سواء اليونانيين أو الرومانيين كانوا دايما ينسبوا صفات الألوهية للهيروز للأبطال بتوعهم للقيصرز للمخلصين بتوعهم للي هم الابطال في الحرب فكانوا دايما ينسبوا ليهم صفه الألهية فلما دخلوا الى الايمان المسيحي حبوا بقى يرفعوا المسيح ويدوا له كرامه اكتر فنسبوا للمسيح صفة الألهية وهذا تم من خلال مجمع نيقية اللي انعقد سنة 325 ميلادية لكن قبل كده لم يكن المسيح إله طبعا ده فكر مش عايز أقول الا انه فعلا خاطئ جدا جدا واللي يقتنع بهذا الفكر لم يقرا تاريخ ولم يقرا العهد الجديد ولم يقرا كتابات اباء الكنيسه قبل مجمع نقيه ولم يقرا آه ترانيم الكنيسه اللي اتكتبت قبل مجمع نقيه ولا يدري شيء عن الكتاب المقدس او عن حتى العهد الجديد لاهوت المسيح بدا من فم المسيح الإيمان بأن يسوع المسيح هو الكلمة الذي صار جسدا لم يكن اختراع كنيسة وليس من اختراع مجامع أمال بدأ منين؟ بدأ من إعلان المسيح نفسه عن نفسه بدأ من تعليمه هو عن نفسه لما يقول أنا والآب واحد لما يقول من رآني فقد رأى الآب لما يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن لما يقول أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن لما يقول إنه هو الراعي الصالح لما يقول أنا خبز الخبز خبز الحياة لما يقول أنا نور العالم لما يقول أنا الباب لما يقول أنا القيامة والحياة لما يقول أنا الطريق والحق والحياة كل دي إعلانات كثيرة جدا خرجت من فم الرب يسوع ولما رأينا حياته وتعليمه ومعجزاته كلها برهنت على أن هذا الشخص شخص فريد ليس مجرد إنسان لكنه فوق الإنسان هو مختلف عن البشر ومن هنا بدأت الـ 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 الإيمان بلاهوت المسيح لاهوت المسيح بدأ من فم يسوع المسيح عشان كده لما النهارده تيجي تحكي مع بعض الاخوه اللي هم المسلمين المهتمين بمقارنه الاديان يقول لك لا لا اصل الاناجيل محرفه طب يعني انا برجع للاناجيل وبقول لك انه لاهوت المسيح بدا من الاناجيل بدا من تعاليم المسيح فهم ما عندوش رد فيقول لك ايه اصل ده محرف طب ارجع ل اباء الكنيسه قبل مجمع نقيه واقول له انه اهو قال كذا وكذا 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 وده ايمان الكنيسه قبل مجمع نقيه فلم يكن القرار قرار مجمع نقيه برضو مش عايز يقبل دي الحقيقه اللي انا عايز اقولها وعشان كده بيبدا يعمل ايه بيبدا لان هو ما عندهوش دليل يعني مثلا الشيخ منقذ السقار لما يروح لسفر المزامير علشان يحاول يثبت من سفر المزامير ان المسيح لم 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 يصلب ده بيقول لي قد ايه هو مفلس من ناحيه البراهين قد ايه فاضي ما عندهوش قد ايه مش لاقي لا لاقي برهان عنده في القران ولا لاقي برهان عنده في التاريخ الروماني ولا لاقي برهان عنده في كتابات قديمة ما عندهوش أي براهين فهو علشان يحاول يثبت أنه المسيح لم يصلب يروح راجع إلى سفر المزامير ويروح للمزامير اللي بتتكلم عن الخلاص الله للمسيا والى اخره ويسيب المزامير اللي بتتكلم عن صلب المسيح والامه والنبوات المباشره اللي في المزامير كثيره زي مزمور 22 مزمور 118 والى اخر المزامير دي وما يجيش جنبها بس عشان يلوي الحقيقه ويقول شايفين مش ممكن ربنا يكون ساب آآ آآ المسيح آآ يصلب و ويعذب فده اعلان على فشل الفشل الزريع وعلى عدم وجود ادله فعليه تؤكد الروايه القرانيه بل هناك مئات الادله اللي تؤكد صدق الكتاب المقدس وصدق احداث الكتاب المقدس وصدق الاناجيل الاربعه من الناحيه التاريخيه في كل ما كتبته لنا الاناجيل الاربعه عن حياه رب المجد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هنشوف الفيديو اللي فيه حاول بيقول انه الرسول بولس لم يعلم عن الثالوث وانا ما اعرفش هو ارى يا ترى رسائل الرسول بولس ولا ما اراهاش ولا ده مجرد زي ما بقول افتراض ملهوش اي دليل خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه انا بدعي ان كمان بولس لم يعلم بعقيده الثالوث وان النصوص المنسوبه لبولس في رسائله اللي هي تعتبر اكتر من نصف العهد الجديد بولس ايضا لم يعلم بالثالوث بل ان العهد الجديد الاناجيل الاربعه رسائل بولس العهد الجديد بالكامل فيها نصوص كثيره جدا جدا بتعلم ضد الثالوث. الثالوث رسائل بولس ما فيهاش حاجه بتعلم عن الثالوث. طيب لو رجعنا الى رسائل بولس الرسول وانا احط السؤال ده هل علم الرسول بولس عن الثالوث؟ هل الرسول بولس علم عن الثالوث ولا ولا لا ارجع واخد بعض الشواهد لما اقول أننا بنجيب بعض الشواهد احنا بنجيب بعض الشواهد وليس كل الشواهد بنجيب بس عينات وانا اتمنى انه هذا الادعاء يعني هو الوصف الطبيعي فعلا للي قاله هو قاله في اول كلمه انا بدعي طب على اي اساس يا عم بتدعي على اي اي البراهين اللي انت بتجيبها اللي بتؤكد انه الرسول بولس لم يعلم الرسول بولس لم يعلم عن الثالوث طب ناخد روميا واحد من واحد الى اربعه يقول ايه بولس عبد ليسوع المسيح يبقى بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه يسوع المسيح ده ها هو مين هو ابن الله الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة يبقى الروح القدس كويس يسوع المسيح ماله ربنا يبقى عندي عندي يسوع المسيح عندي الله اللي هو المسيح ابنه وكلمنا عن ابنه ليست ابدا اشاره الى البنوه الجسديه والولاده الجسدي ده فكر مختلف نهائي عن فكر الكتاب المقدس وكلمني عن الروح القدس تعين ابن الله بمعنى ايه؟ برهن لما يقول كلمه تعين ابروفد يعني برهن على انه ابن الله القيامه كانت برهان على ان يسوع المسيح الذي عاش في اليهوديه وعلم وعا وصنع المعجزات ومات وقام القيامه هي برهان على طبيعته وعلى لاهوته فبنجد هنا يسوع الله الروح القدس ما قريتش الجزء ده طيب نروح لجزء تاني كورنثوس الأولى 8 وعدد 6 كورنثوس الأولى 8 وعدد 6 بيقول فيها الرسول بولس إيه لكن لنا إله واحد إله واحد من هو الآب الله الموجود بذاته الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد مين ده يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به يبقى كلمني في النص المباشر ده بكلمني عن إله واحد الآب ورب واحد يسوع المسيح أنا معرفش إيه النصوص الثانية اللي ممكن تبقى أكثر وضوحا من النصوص اللي موجودة في رسائل الرسول بولس كمان كورنثوس الأولى 12 ومن عدد 3 إلى عدد 6 لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله كويس يبقى هنا عندنا مين روح الله يقول يسوع أنا فيما أو هو عايز يقول أنه ما فيش حد وهو بيتكلم بروح الله يقول حاجة وحشة على المسيح لأن روح الله هو اللي بيكون متكلم وهو اللي بيمجد المسيح في حياه الانسان فلو انت جواك روح الله عمرك ما هتقول حاجه وحشه او تجديف او كلام يعني سيء عن يسوع المسيح انا يعني كرس او او ملعون كويس لذلك اعرفكم ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع انا ثيمة وليس احد يقدر ان يسوع رب يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس يبقى برضو عندنا يسوع الرب وعندنا دور الروح القدس فانواع مواهب موجوده ولكن الروح القدس الروح واحد وانواع خدم موجوده ولكن رب واحد يسوع المسيح، وانواع اعمال موجوده ولكن الله واحد، يبقى عندنا روح واحد، عندنا رب واحد، عندنا الله واحد، عندنا الله بذاته، عندنا الناطق بكلمته كلمه الله، وعندنا روح الله الروح القدس، الثالوث موجود هنا. الثالوث موجود هنا. في نص واضح صريح جدا اجي الى شاهد اخر كورنثوس الثانيه 13 وعدد 14 عشر لي إيه؟ نعمه داودة الخاتمه اللي اللي بيشتهر بها الرسول بولس نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم امين يبقى يسوع المسيح الله و والروح القدس موجودين في آية واحدة مش في نص واحد في آية واحدة كمان تسالونيكي الثانية اتنين من 13 إلى 17 يقول إيه وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب من الرب كويس ان الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح يبقى عندنا الله وعندنا مين الروح القدس بتقديس الروح وتصديق الحق الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا ربنا يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عذاءً أبدياً ورجاءً صالحاً بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل عمل في كل كلام وعمل صالح. النص ده مهم خليك أنا نفسي موجود قدام حضراتكم مرة تانية على الشاشة. يقول هنا الله الله بتقديس الروح ربنا يسوع المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا يعني الثالوث موجود الثالوث يعني هو لو حط بس زي ما انا قلت قبل كده حط بس دواير هنا على الله والروح القدس والرب يسوع هي اكتشف ان الثالوث موجود يبقى على اي اساس يجي يقول لي انه الثالوث مش موجود على اي اساس ايه الاساس اللي بيبني عليه مفيش وبعدين انا بدعي طب ما هو اول حاجه مين انت لو انت باحث انا احترم بحثك بس يكون البحث بتاعك بحث امين ودقيق وعشان كده حتى في بدايه الحلقه اللي فاتت يعني هناك كتب كثيرة جدا اتكتبت عن الثالوث وبالعربي موجودة كتب وعشان كده أنا اقترحت حتى فاتت قلت أنه يعني يا كان أرى كتاب أو اثنين عن الثالوث الأقدس واقترحت كمان على حضراتكم اللي يحب يدرس عن طبيعة الله هناك يعني اكثر من كتاب بس في كتاب طبعا الله في المسيحيه اللي عوض سمعين ده واحد من الكتب اللي فعلا قيمه جدا وانا اشجع كل باحث وكل دارس وكل مسيحي مؤمن بيحب الرب انه يقرا هذا الكتاب عن طبيعه الله في كتاب اخر كتبه ايضا الدكتور عماد شحاله من الاردن عن الايمان بالله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وفي اكثر من كتب يعني يعني في اكثر من كتاب عن الثالوث بالعربي وفي الشواهد حتى الشواهد دي موجودة اللي بتؤكد لينا يعني كمان غلطية غلطية أربعة من عدد أربعة إلى ستة يقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه يبقى بنجد الله وبنجد الابن أرسل ابنه مولودا من امرأة بحسب الجسد، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بما انكم ابناء أرسل الله روح ابنه الروح القدس إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. يبقى الابن الروح الآب موجودين في هذا الشاهد افسس كمان أربعة من عدد أربعة إلى ستة يقول لنا جسد واحد وبيكلم عن المواهب الروحية وعن عطايا الله للمؤمنين فبيقول لنا جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد يبقى في فرق بين الروح الواحد وإيه والرب الواحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب إيه واحد واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي الكل يبقى الروح القدس الابن الاب تيتوس تيتوس ثلاثه في عدد اربعه الى سته يقول لنا ايه ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد ايه؟ الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. مش كده؟ الخلاص نسب لله الأب ونسب لله الابن. الله مخلصنا ويسوع المسيح ايه؟ مخلصنا. عبرانيين لو اعتبرنا انه بولس الرسول هو كاتب رساله العبرانيين العبرانيين عندنا ايضا شاهد مهم فكم بالحري يكون دم المسيح عندنا المسيح الذي بروح ازلي الروح القدس قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي المسيح الروح الله الاب وبعدين الشواهد دي كلها بتؤكد حاجة مهمة بتؤكد لنا أن عقيدة الثالوث عقيدة الثالوث ليست من اختراع بشر أسهل حاجة من عند البشر أنه الطريقة الإسلامية أنك تفكر بهذه الطريقة الله هكذا واحد بسيط ليس يعني مثلث الأقانيم وعشان كده الإعلان الإلهي عن الثالوث هو إعلان إلهي هو إعلان الله عن نفسه ما نقدرش إحنا نصل بفكرنا إلى عمق الله وشخصية الله قبل ما نكمل مع بعض كلامنا عن توضيح الثالوث وإيه هو الثالوث في الإيمان المسيحي نفس الأخ في فيديو آخر بيحاول يشرح لنا الثالوث لكنه للأسف بيقدم لنا هو فهمه هو وليس فهم الكتاب المقدس يعني هو الصورة اللي بيقدمها في الفيديو القادم بيقدم لنا اقتناعه وتخيله وتصوره هو عن الثالوث فبالتالي طلع بأفكار وبصورة مخالفة عن الثالوث كما يقدمها لنا الكتاب المقدس عن الثالوث خلونا نتفرج على الفيديو ونرجع نكمل مع بعض كلامنا عن طبيعة الثالوث ولماذا الله واحد مثلث الأقانيم يدعي ان عقيده الثالوث بالنسبه للمسيحيه دي طبعا عقيده دخيله على الديانه المسيحيه، المسيح عليه السلام لم يعلم بالثالوث، مش كده وبس لكن حتى الاناجيل الاربعه اللي انا بعتبرهم محرفين واللي هم مكتوبين بعد زمن المسيح عليه السلام بما لا يقل عن 30 سنه برضو الاناجيل الاربعه ما فيهاش نصوص بتدل على الثالوث مش كده وبس انا بدعي ان كمان بولس لم يعلم بعقيده الثالوث وان النصوص المنسوبه لبولس في رسائله اللي هي تعتبر اكتر من نصف العهد الجديد بولس ايضا لم يعلم بالثالوث بل ان العهد الجديد الاناجيل الاربعه رسائل بولس العهد الجديد بالكامل فيها نصوص كثيره جدا جدا بتعلم ضد الثالوث. لو عاوز تشوف لمحه عن الثالوث والثالوث معناه ايه ممكن تقرا قانون الايمان المسيحي. قانون الايمان المسيحي بيبدا بالعباره نؤمن باله واحد الان خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى وبعدين ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر كذا 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 وبعدين في عباره ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد له ويمجد مع الاب والابن فبالتالي قانون الايمان بيوضح فكره ان الثالوث عباره عن عباده ثلاثه اعتبر نفسي انا الاب وبعدين عن يميني الابن وعن يساري الروح القدس دايما اباء الكنيسه كانوا بيشبهوا الثالوث بثلاث بني ادمين بثلاثه من نفس الجوهر يعني انا جوهر انساني جوهر انساني جوهر انساني لو انا حطيت ثلاث نسخ مني جنب بعض فبالتالي انا ليا وجود ومحدد وباين التاعب اهو وبعدين ابو المنتصر له وجود وحدود وبعدين محمد شاهين له وجود وحدود لكن احنا الثلاثة من نفس الجوهر لان احنا كلنا تكويننا واللي موجود داخل كياننا وحدود وحدود وجودنا اللحم والعظام والعصب وكذا نفس نفس الجوهر الانساني. والجوهر الانساني اللي موجود في حدود وجودي في اقنوني هو اللي بيعطيني الصفات الانسانيه. فبالتالي كان دايما الاباء بيضربوا مثل ان في مرقص وبطرس ويوحنا دول ثلاث أقانين لكن من نفس الجوهر لان هم الثلاثه من نفس جنس الانسانيه. طبعا الفيديو ده فيه مغالطات رهيبة يعني يعني فعلا كمية المغالطات اللي موجودة في الفيديو ده رهيبة جدا بس أنا برضو لازم أبدي إعجابي بالتلات تيشيرتات بالألوان المختلفة يعني ونفس نوع التيشيرت يعني عشان يوضح انه ثلاث اشخاص كل واحد له حدود لكنهم يشتركوا في جوهر انساني واحد المغلطه الاولى ردينا عليها انه عقيده الثالوث عقيده دخيله ده مغلطه يعني الكتاب المقدس بيدمرها من اولها الى آخرها لانه عقيده الثالوث مؤسسه على إعلان الله نفسه من خلال الكلمة المكتوبة كلمة الله كتاب المقدس ومن خلال أيضا الكلمة المتجسد الذي هو شخص الرب يسوع المسيح فاحنا اتكلمنا عن الجزء ده الجزء الثاني الاناجيل لم تعلم برضو يعني ننتظر رده انه احنا الجزء ده انهينا عليه برضو في الرد بتاعنا بولس برضو قدمنا أدلة كثيرة وشواهد كثيرة من كتابات بولس الرسول بتؤكد أن الكلام الإدعاء اللي بيقوله ده ليس إلا إدعاء وليس له أي سند كتابي من تعليم بولس قانون الإيمان هو قدم قانون الإيمان لكنه للأسف جه في الآخر وعملي قانون الإيمان بيوضح فكره ان الثالوث هو عباده ثلاثه اشخاص قانون الايمان ده اللي قاله بيوضح ان الثالوث هو عباده اشخاص ناخد مداخله ونرجع نرد على الجزء ده ابو شعير ابو شعير أبو من شعيب المغرب أبو شعيب من المغرب شعيب اهلا وسهلا اهلا بقى. اهلا بك ابو شعيب المهم على اي إن اتمنى منك ان انا بس الكاشر. انا مش سامع صوتك حابب الصوت يبقى شويه عالي اقدر اسمعك صح احب منك كلمة واحده ان تعطيني الوقت الكافي ما هو احنا حوار فيعني لازم برضو لو هتسترى حاجه احاول ارد عليك لكن معك وقتك اتفضل عد... لقد طرحت عده اسئله على الواتساب آه طيب ممكن ت تديني بعض الأسئلة أو بعض التعليقات اللي حضرتك حابب مداخلات تقولها لنا النهاردة واخا تقولون بأن لله ابن وحيد أيوة الله عنده ابن وحيد كمل أنا سامعك إذن الإله يحب الأولاد كمل برضو أنا برضو سامع آه خد وقتك قول اللي انت عايزه، خد وقتك وقول، انا هكتب صح. اللي انت هتقوله وخد وقتك وانا هرد عليك واحدة بواحدة صح الإله يحب الأولاد، إذا كما أرسل ابنه الوحيد ليخلص العالم، لماذا لم يرسل ابنته الوحيدة لتخلص النساء؟ طيب كمل وبه... وبهذا لم يهن المرأة، إذا لقد أرسل ابنه الوحيد أهان المرأة لماذا يرسل ابنته الوحيدة حتى تخلص النساء طيب. النقطة دي النقطة دي النقطة دي أوريدي وضحت النقطة الثانية صح في أخبار الأيام مثلا أتسمعوني؟ سامعك في أخبار الأيام يفتشون لداود على ابن على مرأة على فتاة عذراء لتدفئه فلماذا اختصت الفتاة الفتاة العذراء بتدفئة داود لماذا لم تكن طيب المراه غير عذراء اوكي انا انا هاخد الاسئله النهارده لان مش عايز اطلع بره موضوع الثالوث فانا هعندك لو اسئله لو عندك ثواني الوقت الكافي لا, لا 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 لو عندك الاسئله بتاعتك المرتبطة مرتبطه بالثالوث زي السؤال الاولاني السؤال الاولاني ده مرتبط بالثالوث فانا بقى... هجاوب عليه بقى... انا صح. عايز اسئله تكون مرتبطه بالموضوع ما تطلعنيش بره بقى... الموضوع انا مش... ما عارفش الموضوع ديالكم اليوم، حيث ما طرحتوش عليكم قلتوا لي غنوجد اسئله. طيب، الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه هو وحدانية الله، الله الواحد، مثلث الأقانيم. والسؤال الأولاني اللي, اللي حضرتك طرحته اللي مرتبط بابن الله، ده مرتبط بالثالوث، فعشان كده أنا هجاوب عليه وأقدم الآن بيه. الآن الآن لجأت على خاطرك لو سمحت الآن وشكرا. طيب، شكرا. طيب. شكرا. أشكرك يا أبو آه الشعيب على السؤال بيقول وده طبعا الـ 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 الايمان او الادعاء اللي عند بعض الاخوه المسلمين. الله عنده ابن وبالتالي ممكن نفترض ان الله عنده ابناء ما هو بيحب الابن بيحب الولاد يبقى عنده ايه؟ عنده ابناء كثيرين. طيب الابناء دول هم ابناء ذكور ولا فيهم ايضا بنات اناث. طب اذا انا بس بوضح الفكره، اذا هو عنده ابناء وعنده الجنسين، عنده ولاد وعنده بنات، ليه بعت المسيح كويس؟ آه يعني من الذكور ولم يبعت واحده من البنات علشان تخلص الستات العالم لانه دون لو ما عملش كده يبقى في اهانه لسيدات العالم ده هو طبعا افتراض حاشا لله ابدا لانه ده فهم غير حقيقي ليعني لي ايه المسيح ابن الله يعني ايه المسيح ابن الله فنحن لا نتكلم ابدا عن ان الله ينجب اولاد لا نتكلم ابدا عن ان الله بيولد اولاد لكن لما بنتكلم عن الثالوث بنقول ان الله موجود بذاته كلمه الله هي بنت شفه عشان كده الابن اه ابن الله ده تعبير مجازي وليس تعبير حرفي زي ما الكلمه بتخرج من فم الشخص أيضا المسيح هو كلمة الله الخارج والمعبر عن شخص الله وأيضا لأن الله روح فالروح القدس هو روح الله خليك معي لأن الحاجات اللي جاية اللي أنا هتكلم فيها هتوضح ليك بكل وضوح يعني إيه المسيح ابن الله لما نتكلم عن الثالوث نتكلم أولا عن الثالوث على انه سر يعني ايه سر سر ليس لغز يعني بعد ما اه انت كده بت بتاخدنا بره المنطق وبتكلمنا عن آه لغز بقى ومشكله وعايزه تتحل ومواضيع فلسفيه لا 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 لما بنتكلم على كلمه سر كلمه سر في الكتاب المقدس لا تعني امر غامض ولا تعني امر لغز كده فالزورة محتاجه حد يفهمها لكن بحسب التعريف في تاريخ الكنيسه وبالاخص تعريف القديس أغسطينوس السر هو ما لا ينتهي ما لا ينتهي من فهمه يعني يعني هناك أمر مش ممكن أبدا يصل الإنسان إلى إدراكه بعقله المحدود فزي ما بالضبط لحد النهاردة يعني لحد النهاردة فرج على على دوكيومنتري عاملاه احدى القنوات والدوكيومنتر ده عن عن المحيط فمسمينه بلو بلانت او الارض الزرقاء بيتكلم عن المحيط فبيقول احنا بكل ما توصلنا اليه من علم النهارده في القرن ال21 ومن معرفه ومن اجهزه ومن ساتلايتس ومن آه يعني آه سبمارين اللي هي الغواصات في ال... لم نستطع ان نصل الى المية من معرفتنا عن المحيط وقال عباره يعني فعلا كانت بالنسبه لي آه اللي بيقوله ده بيقول احنا بنعرف عن الفضاء اكتر ما بنعرف عن المحيط ده بالظبط الكلام عن الله الكلام عن شخص الله كاننا بنتكلم عن محيط كل ما ندخل في جزء نكتشف هناك عمق وبعد اكبر جدا من من ادراكنا كبشر فلما بنتكلم انه انه اكتشاف اعماق وحدود حاضر انا انا هرد عليك واتمنى انه الجزء ده يكون ب... هيرد على حضرتك في حديثنا عن شخص الله بنكتشف عجزنا ونكتشف ايضا عمق شخص الله عشان كده بنحتاج الى الاعلان اعلان الله الله لابد ان يعلن عن نفسه الله هو اللي بيبادر أن يعلن عن نفسه مش أنا اللي بكون الصورة عن الله لكن الله هو اللي بيعلن عن نفسه لما نيجي بقى للإيمان بشخص الله بيتلخص الإيمان المسيحي في شخص الله بأنه إيمان بإله واحد إله لا غيره إلا أنه واحد لا وحيد ليه؟ لما نتكلم عن أن الله واحد مش الوحدانية وحيد بمعنى البساطة فالله، لا احنا بنتكلم عن الله الواحد لأن الله محبة ودي اللي هتفهمك يا أبو شعيب معنى كلمة الابن. كون الله محبة هل تؤمن أن الله محبة؟ كويس؟ علشان يكون الله محبة يتضمن وجود طرف آخر فالمحبة تستدعي أن يحب طرف طرفا آخر محبة عشان تكون يكون الله عنده يكون الله عنده أو ذاته المحبة وصفة من صفاته المحبة المحبة عشان الله يكون محب لابد إن الله يكون هناك طرف آخر يتبادل معاه المحبة فمن هو هذا الآخر إذا قلنا أن الله محبة انا هبسطها ببساطه علشان يعني نقدر نفهم الجزء ده لو قلنا ان الله محب وهو فعلا الله محب فمن هو هذا الاخر الذي يتبادل الله معه المحبه هل هذا الطرف هو اله اخر خارج عن الله ومستقل عنه؟ يعني هناك طرف اخر زي ما في الفيديو الاولاني عمل نفسه كانسان وحط كمان جنبه نفس اخرى، شخص اخر، كويس؟ هل الطرف الاخر هو اله اخر خارج عن الله ومستقل عنه؟ نقول لا، والف لا ليه؟ لان هذا الاحتمال يصل بنا الى وجود الهين. مستقلين الواحد عن الاخر وهذا ما يرفض الايمان المسيح وهذا هو الخطا الجسيم الذي حاول في الفيديو انه يشرح من خلاله الثالوث انه جعل نفسه شخص وشخص اخر وشخص اخر وقال زي ما آباء الكنيسة أنا ما أعرفش مين آباء الكنيسة دول زي ما آباء الكنيسة بيقولوا عندنا مرقس وعندنا بولس وعندنا مرقس ويعقوب ويوحنا دول ده ده كده اسمه شرك بالله الإيمان المسيحي لا ينادي بهذه الصورة أبدا ده اسمه شرك بالله ده اسمه ثلاث الهه متساويين وكل واحد له حدود وكل واحد له حضور وكل واحد له اراده وكل واحد له مشيئه وكل واحد له شخصيه مستقله. الايمان المسيحي ليس الصوره اللي احنا شفناها. الثالوث بحسب الكتاب المقدس ليس كما يدعي هذا الشخص. كويس؟ امال ايه؟ نيجي لسؤال اخر. اذا كان الله محب لكنه لا يشارك هذه المحبة مع شخص آخر مستقل عنه طيب هل الله بيشاركها مع ذاته نقول كلا هناك برضو مشكلة كبيرة ليه لأن هذا الاحتمال يتنافى تماما وحقيقة المحبة فمحبة الله تكون منتهى الأنانية وعكس معنى المحبة إذا الله بيحب ذاته يبقى الله ده أناني اللي بيحب ذاته دايما احنا نقول ده شخص ايه شخص اناني فالله محبه لكن محبته ليست متجهه نحو ذاته امال ايه بقى الايمان المسيحي في شخص الله هو ان هذا الطرف ما ينفعش يكون برضه الانسان هذا الطرف الاخر ما ينفعش يكون الانسان ليه لان معنى كده اذا قلنا ان الطرف الاخر هو الانسان انه الله قبل ما يخلق الانسان لم يكن محبه وانه طرا على الله تغيير كويس وانه آه المحبه آه محدثه او حصلت آه يعني مع خلق الكون لكنه الله الازلي الله الازلي لم يكن محبا. الله خلق الانسان لانه محبه وليس لما خلق الانسان صار محبه. واضحه الفكره؟ يبقى ما ينفعش شخص اخر مستقل عن الله، ما ينفعش شخص الله نفسه يكون موضوع المحبه، وما ينفعش الانسان يكون هو الطرف الاخر اللي بيتبادل معاه الله المحبه. الله محبه قبل ان يخلق الكون. طيب، من كان يحب الله؟ يحب مين؟ وازاي كان الله بيمارس هذه المحبه؟ الله محبه يعني أن كينونته محبة فليست المحبة صفة من صفاته الكثيرة بل هي كيانه وأصله وجوهره لما نيجي بقى للثالوث يا أبو شعيب المحبة هنا بتتضمن المفهوم اللي شرحناه أنه داخل الله يكون ازدواج هناك ازدواج داخل الله هناك أيضا تبادل بين طرفين ففكره الازدواجيه والتبادل تحترم وحدانيه الله المطلقه من جهه، كما انها تتضمن علاقه المحبه من جهه اخرى، اي التبادل داخل الله. اذا رجعنا للكتاب المقدس يسمي يسمى يسوع المسيح يسمي يسوع المسيح الطرف الاول الاب اللي هو بيشارك المحبه، ويسمي الطرف الثاني الابن فالاب يحب الابن والابن يحب الاب وهذه المحبة المتبادلة هي الروح القدس عينه الله وكلمته ولو رجعنا للعهد القديم نجد أن كلمة الله لها قوة الله ولها صفات الله وهي فعالة وخالقة وكلمة الله هي ابن الله هي, هي تعبير الله عن ذاته عشان كده الكتاب يقول لنا إيه الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الكلمة الوحيد الذي هو في حضن الآب أي أنه مع الآب منذ الأزل هو اللي عبر عن الآب وهو قال عن نفسه من رآني فقد رأى الآب فنحن لا نعبد ثلاثة آلهة ولا ثلاثة اشخاص وبهذا يكون الله عنده كلمة واحدة وليس كلمات وليس أبناء كثيرين وليس انه بما انه شخص يعني المال والبنون يعني زينة الدنيا والاخره الله ما عندهوش الموضوع ده الله عنده كلمته الخالقة الكلمة التي خرجت من فمه فأوجدت ما أراد الله أن يكون، هذا الكلمة في ملء الزمان أتى إلينا لكيما يوصل لنا شخص الله ويكون التعبير الحقيقي المتجسد عن مين هو الله وبهذا من رأى يسوع رأى الله ومن تلامس مع يسوع تلامس مع الله. ومن سمع يسوع سمع الله ومن لمس يسوع في معجزاته وفي حياته وكانه فعلا قد تلامس مع الله الثالوث هو زي ما قال القديس اوغسطين اثناسيوس الثالوث هو نحن نعبد الها واحدا في ثالوث وثالوث في وحدانيه بدون خلط في الاقانيم وكلمه اقنوم تختلف عن كلمه شخص وهتكلم عن الجزء وبدون تقسيم في الجوهر لان الاب اقنوم واحد والابن اقنوم وكذلك الروح اقنوم. لكن لاهوت الاب والابن والروح القدس هو واحد، لهذا الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله فهو ليس ثلاثه الهه بل الها واحدا الها واحدا. عشان كده يتلخص الايمان بالثالوث في الحقائق التاليه: يوجد اله واحد الاب الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. الاب ليس الابن والروح القدس ليس هو الاب وليس هو الابن. ايماننا المسيحي يقبل ثلاثة حقائق السابقة ولا يمكن أن يحذف منها فالحقيقة الأولى أنه يوجد إله واحد هدفها التأكيد على الوحدانية في الإيمان المسيح نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض وقانون الإيمان النقاوي لا يقدم لنا الإيمان بثلاثة آلهة ده فهم أنا ما أعرفش جيبته منين ده أساسه التأكيد على الوحدانية التأكيد على الوحدانية والتأكيد أيضا على أن المسيح هو كلمة الله المتجسد المولود لكنه غير مخلوق المساوي للاب في الجوهر حقيقه التانية الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله هدفها ان تؤكد التساوي في الجوهر بين الاقانيم والغاء فكره سمو اقنوم عن اخر حقيقه ثالثه بتؤكد تميز كل اقنوم عن الاخر الاب ليس الابن والروح القدس ليس هو الاب ولا ولا الابن ودي الرسمه الكلاسيكيه اللي بتعبر لنا عن الثالوث الاب الابن الروح القدس الاب هو الله الابن هو الله الروح القدس هو الله لكن الاب مختلف عن الاب والابن والروح القدس مختلف عن الاب والابن مختلف مختلف عن عن الله الاب الثالوث هو الايمان بان الله الواحد موجود منذ الازل والى الابد مثلث الاقانيم اب وابن وروح قدس ذات وكلمه وروح ده المعنى بتاع الاب والابن والروح القدس ذات وكلمه وايه وروح ما بقى هنا كلمه الاقانيم كلمه الاقانيم مهم جدا ان احنا نفهمها لانه ما فيش كلمه للاسف بتساوي هذه الكلمه هي كلمة في الأصل سريانية يطلقها السريان على كل ما يتميز عن سواه يبقى في تميز فالأقنوم يراد بها التعيين تعيين اللاهوت تعيينات عشان كده ممكن نحط نشيل كلمة أقنيم ونحط كلمة تعيينات تعيين اللاهوت الخاص الكلمة اليونانية المقابلة لكلمة أقنوم هي هوبستس والكلمة دي اتنقلت للانجليزي واستعملت بهذا المعنى لا يوجد لكلمه اقنوم ما يساويها في اللغه العربيه عشان كده حتى لما بيترجموها شخص ده خطا كويس وعشان كده افضل كلمه اقنوم حتى لو بالسريانيه عن ان تستخدم الكلمه العربيه كلمه اقنوم تختلف عن كلمه شخص في امرين الامر الاولاني الشخص هو ذات منفصله ودول الثلاث اشخاص اللي قالهم لما حطينا الثلاث اشخاص دول قدامنا الشخص هو ذات منفصله اما الاقانيم فهي ذات واحده هي ذات الله يبقى ما ينفعش تجيب لي ثلاث اشخاص لابسين ثلاث تيشيرتات باي 1 جيت 1 تو 3 مثلا حاجه زي كده وتحطهم قدام جنب بعض تقول لي اهو الثالوث ده مش الثالوث الصوره اللي احنا شفناها في الفيديو ليست هو الثالوث المسيحي ولا يعبر عن الثالوث المسيحي نهائي الثالوث المسيحي كلمة اكنوم كلمة اكنوم تختلف عن كلمة شخص، وزي ما قلنا إنه شخص بتعني شخص له ذات منفصلة، أما الأقانيم فهي ذات واحدة هي ذات الله. الاختلاف الثاني مع أن الأشخاص مع أن مع أن الأشخاص يشتركون في الطبيعة الواحدة. الأشخاص بيشتركوا في الطبيعة الواحدة، الطبيعة البشرية. كويس؟ إلا أن ليس لديهم صفات أو ميزات الآخر، يعني شخص كل واحد مختلف عن التاني، مرقس مختلف عن يوحنا عن يعقوب، أما الاقانيم فمع تميز أحدهم عن الآخر في الأقنومية هم واحد في الجوهر بكل صفاته وخصائصه ومميزاته، لأنهم ذات الله الواحد، ذات الله الواحد، خلونا ممكن ناخد مداخله مختار الاخ مختار الو معاك الو ايوه اهلا وسهلا بحضرتك معاك سامعني حضرتك اه سامعك اتفضل اهلا وسهلا بحضرتك حضرتك ذكرت كلمه ذكرت الو الو تو... الو ممكن تعيد السؤال تاني لانه انا ما سمعتكش ايوه ايوه انا اه كده سامعك الو اتفضل اتفضل اه بسال سؤال الخط بيقطع غالبا والروح القدس وال والاب مالهم الخط الخط مش مش واضح الاقانيم الثلاثه هم اللاهوت معلنا في ذاته وصفاته الاول تاني الاقانيم الثلاثه هم اللاهوت معلنا في ذاته وفي صفاته في ذاته وفي صفاته طيب لما نيجي بقى لجزء اخر انا عايز اختم ب يعني بكذا مقوله قالها يوحنا الدمشقي وغيره بيقول لنا ايه كما انه مع وجود النار ده ده, ده ده تصور للاهوت طبعا كل التصورات البشريه اوقات كثيره بتبقى يعني مش 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 بتقدم كل الصوره لكن بيقول كما انه مع وجود النار يكون النار يكون النور الصادر منه طبيعي وجود النار بيكون معاه وجود نور ولا تكون النار اولا وبعد ذلك النور بل يكونان معا وكما أن النور الصادر من النار مولود منها دائما ولا يفارقها البتة بل يكون فيه دائما وده بالضبط اللي أنه الله مع كلمته لم يوجد لحظة من اللحظات لو قلنا لحظة لأنه تعبير لحظة أو زمن ما ينفعش مع الله لكنه لم يكن هناك وقت أبدا الله بدون كلمة لم يكن فالكلمه ازلي مع الله وزي ما هنا بيقول انه ما ينفعش وجود النار دون النور كويس عشان كده نجد ان الكلمه الكلمه الله يسوع المسيح كما يقول هنا ايه؟ يقول انه كمان كما ان الله ازلي فمحبته لكلمته محبه ازليه ومستديمه فالمسيح كلمه الاب هو اقنوم حي كامل لا يبتعد خارجا عن الاب نطق الله بكلمه واحده وهي ابنه نطق بها في صمت ابدي الابن هو كلمه الاب اجي الى اخر جزء هنا التثليث المسيحي وده وده هو التسليس المسيحي فالمسيحيون يثبتون في الله ذاتا موصوفه يبقى احنا بنقول ان الله ذاته موصوفه بس بس بصلات ذاتيه كيانيه ثلاث يسمونها الاب والكلمه والروح القدس هذا هو الله موجود بذاته الله ناطق بكلمته الله حي بروحه هذا هو الثالوث الاقدس في الفكر المسيحي الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم